في راس الخيمة وتدور أكبر الخصومات على المواد الغذائية. برج الهدايا في راس الخيمة في منطقة الضيد، وحياكم الله. وعرض على الماي، شدد ماي الفلج بدرهمين ونص، شدد ماي أكوا 24 حبة بأربع دراهم ونص، شدد حليب نادق ب 11.99 فلس، كل شخص يحق له ثلاث شدات. بيت العافية الأم والأب والعيال ب 43 ونص، بيت أمير العلبة ب 7.99 فلس، جميع النكهات الكيس ب 6 دراهم ونص، تلة حجم 350 ب 9 دراهم. قوس بصقر الحجم الوسط ب 3 دراهم ونص، شتين ماي ورد ب 8 دراهم و99 فلس، جاي سياره حجم 1200 جرام ب 8 دراهم ونص، ثلاث شداد نقانق ساديه تخيل بكم 8 دراهم ونص، شيبس ليز جميع النكهات الكيس ب 4 دراهم ونص، بزنس كافيه 3 ان 1 تخيل بكم ب 31 ونص، السكر 2 كيلو و4 دراهم و75 فلس، شدد فيمتو ب 7 دراهم ونص، تونين اوريو ب 19.99 فلس، هذا البسكوت ب 7 دراهم و99 فلس، شدد حليب ابو قوس ب 26 ونص، في ولا ما في؟ شدد قشطه ب 19.99 فلس، شدد لوكنر الشده ب 7 دراهم و99 فلس، شدد كلينكس فاين ب 8 دراهم و99 فلس، صابون غسيل ملابس 2 كيلو ونص ب 5 دراهم و99 فلس، غسول اليد العلبه الصغيره ب 3 دراهم ونص، الام والابو والولد ب 17.75 فلس، غسول اليد والصحون 5 لتر تخيل بكم؟ 5 دراهم و25 فلس، عوني 3 لتر ب 15.99 فلس، عرض لمده 4 ايام، الحق على العروض من اليوم الى يوم الاثنين.